نحن اليوم في حضرة التعقل النضج، سنين العمر الطويلة التي تمنحنا الخبرة، وبالتالي هذا ينعكس على أدائنا، على قراراتنا، وعلى مجمل سلوكنا في حياتنا اليومية. أمال إسماعيل أكبر باحثة ماجستير في مصر، لم يعقها تقدمها في السن ولا المرض، تحدث السرطان وتحدث كل الخبائث اللي في الدنيا في سبيل الوصول إلى غايتها. هي ضيفتنا في هذه الحلقة، سنطلع منها على ما جادت به سنين العمر عليها في كل سلوكها وفي مجمل حياتها. صحيح يا خالد، وأيضا مشاهدينا، يمكن اليوم حلقتنا هي فيها بصيص من الأمل ومن الدافعية، بأنه الحياة مهما وصلنا بأعمارنا لكن عنا فرص كتير كبيرة حتى نقدمها، والحياة دائما مربوطة بالأمل وبالعطاء. علشان هيك ضيفتنا لليوم هي الست أمال إسماعيل. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمال. أهلا بيك حبيبتي، نورتينا في الاستديو. ده نور كل مالي الدنيا بحالها. أهلا وسهلا. شكرا. شوفي، أنت بتعطينا أمل، وحلقتنا لليوم هي بتعطينا درس لكل مشاهد عم بيشوفنا. ما في شيء متأخر في الحياة، صح؟ لا، ما فيش حاجة متأخرة. مظبوط. بالعكس، يمكن التأخير بيجيب تفكير أوسع، أنضج، بيجيب أعمق. مظبوط كده يعني. طيب استأمالي الآن في هذا العمر المتقدم، والله يعطيك الصحة إن شاء الله. لا مش متقدم ولا حاجة، أنا 18 سنة. أنت صبية وست صبية. أكملتي رسالة الماجستير ودخلتي في معاناة مع مرض السرطان، وأنت ناجية منه، وبالتالي كان في تصميم وإرادة أنه لازم أستمر في الحياة. أكملت أيوة. رسالة الماجستير وكانت تتناول موضوع المسنين وأساليب السلوك من الناحية يعني الثقافية والاجتماعية للمسنين. أيوة. وكانت العينة على 20 شخص. خلينا ناخد يعني طبيعة هذه الرسالة والنتائج اللي طلعتي فيها. والله هو أصلاً ليه اخترتي هذا الموضوع بالتحديد؟ أنا مش اخترته. أنا ما كنتش عايزاه أصلاً، لأن زي ما تقول حكاية المسنين دي بتجيب لي اكتئاب. كل حاجة مسنين مسنين مسنين. فالدكتورة بتاعتي الله يكرمها، المشرفة على الرسالة، قالت لي خديها هتبقى حلوة، لأنها العنوان إيه؟ الحياة الثقافية والاجتماعية للفئات العمرية المتقدمة في ضوء النوع الاجتماعي اللي هو الجندر بالإنجليزي. فلما بديت أقرأ لقيت فعلا الموضوع جميل قوي قوي، وخصوصا إن أنا عايشة وحيدة، مع إن عندي ربنا يحميهم ويخليهم يا رب 4 أولاد في منتهى الجمال وفي مراكز هايلة، أطباء ومهندسين وأساتذة جامعة، لكن أنا عايشة وحيدة. خلاص هم على في اسكندرية في القاهرة، وأنا وحيدة في المنصورة، ما غيرتش بلدي يعني. فبصيت لقيت الموضوع فعلا جميل قوي، اسلوب حياه، واستخدمت المنهج الوصفي التجريبي بالنسبه للمناهج، واستخدمت النظريه البنائيه الوظيفيه. ممتاز. النظريه البنائيه معنتها انساق، نسق ديني، نسق اسري، نسق علمي، هكذا انساق، وكل نسق بيكمل التاني. ومن ضمن الانساق دي بقى الإنسان الكبير أو المسن في جوه الأنساق دي، لو النسق ده فلت منه حاجة الباقي مش هيكمل. مظبوط. فالحقيقة لقيت الرسالة رائعة بصراحة، وهم بقى بيناقشوا، أنا مش فاهمة، طلعوا بقى اللي أنا مش عارفة. طبعا أساتذة بيناقشوا الرسالة عشان حيدون الرسالة يعني. لقيت الدكتور عبد الوهاب بودة، هو أستاذ في جامعة عين شمس، قال إن دي أول رسالة باللغة العربية تتبنى، يعني زي ما تقولي في كماجستير يعني أو كدكتوراه، دي أول رسالة بتتبنى الموقف. شكرت جدا جدا الأستاذة الرائعة اللي اسمها فتحية الحوتي عندنا، اللي اختارت للموضوع، أنا ما كنتش عايزاها أصلا. لكن 20 كانت عينتي الدراسة، العينة 20 شخص من النساء جندر. أيوة، كلها نساء. نساء ورجال، نصهم رجال ونصهم نساء. وكانت تجريبية يعني، جلستي معاهم؟ ما فيش حاجة. أنا أصلا زمنته يعني، أنا أصلا جزر فيا يعني. بلدي اسمها النصرة، مركز المنصورة، ده أهلية تبع للمنصورة يعني.
فروحت بلدي، قلت لها انا هطبق في بلدي، لان انا مش معقول هروح دار مسنين وممكن ان هما ما يقولوش الكلام بصراحه او ما هيخبوا حاجات في حياتهم، لكن دول بقى اولاد بلدي وانا بنت عمدتهم اصلا، كان ابويا العمده، فبقوا يتلهفهم ان هما يجوا يقولوا لي ويجيبوا لي البطاقه الشخصيه عشان اتاكد ان هما فوق الستين.